بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض مع المتباينة. هناخد في الفيديو ده تو سايدد انيكواليتي. عندنا متباينة بالشكل ده، عندك 5 ناقص 2 اكس اكبر من الواحد واقل من او يساوي ال11. نحل دي ازاي؟ بنفس الخواص اللي خدناها للاعداد الحقيقية، وبنفس الخواص اللي خدناها في الفيديو اللي فات اللي هي بتاعت الانيكواليتي. وبالتالي هنبدأ هنا. انت عندك، احنا عايزين نجيب قيمة الاكس. عشان تجيب قيمة الاكس هتبدأ الاول ان انت الخمسة دي انت مش عايزها هنا، وبالتالي هتضيف المعكوس الجمع بتاعها اللي هو سالب خمسة لكل طرف. وبالتالي عندك هنا سالب خمسة زائد واحد اقل من سالب خمسة زائد خمسة ناقص اتنين اكس اقل من او يساوي سالب خمسة زائد 11. وبالتالي ده هيروح مع ده. هنا سالب خمسة زائد واحد سالب اربعة اقل من سالب اتنين اكس اقل من او يساوي ده ستة. بعد كده عايز الاكس بس، وبالتالي هتضرب في المعكوس الضربي بتاع السالب اتنين اللي هو هنا هيبقى سالب نص. وبالتالي هنضرب المعادلة دي كلها في المعكوس الضربي بتاع السالب اتنين اللي هو سالب نص. طيب احنا قلنا قبل كده ان انت لما بتضرب في سالب فانت بتغير الاتجاه بتاع العلامة بتاعتك. هنا اقل من هتبقى اكبر من، وهنا برضو اقل من او يساوي هتبقى اكبر من او يساوي. وبالتالي هنا لما تضرب المعادلة دي في سالب نص في سالب اربعة هتغيرها من اقل من لاكبر من، سالب نص في سالب اتنين، وهنا برضو سالب نص في ست. بعد كده هتيجي سالب نص في سالب اربعة، السالب هيروح مع السالب، اربعة لاتنين هيديك اتنين. عندك هنا سالب نص في سالب اتنين دي في سالب نص كده كده، سالب نص في سالب اتنين هيديك واحد، وبالتالي دي اكس. عندك هنا سالب نص في ستة هيديك ستة على اتنين فيها تلاتة سالب تلاتة. وبالتالي عندك هنا الاكس اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من الاتنين. ممكن نعيد كتابتها بالشكل ده، اكس اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من الاتنين، هي يعني. انت هنا نقلت الايه، سالب 3 جبتها هنا والاتنين جبتها هنا وغيرت الايه العلامات. طيب هنا عندك الاكس اكبر من السالب 3، اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من الاتنين. لو احنا عايزين نحدد مجموعة الحل على خط الأعداد، فأنت عندك أدي خط الأعداد من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. الإكس أكبر من أو يساوي السالب 3، وبالتالي تيجي عند السالب 3 عندك هنا في أقل أكبر من أو يساوي، وبالتالي هتبقى السالب 3 معاك، وبالتالي هتبقى هنا دايرة مقفولة. وتفضل ماشي لحد ما توصل للاتنين. هنفترض ان الاتنين هنا مثلا، وعندك هنا الاتنين مش معاك، وبالتالي هتبقى دايرة مفتوحة. وبالتالي مجموعة الحل هتبقى كده، عندك من سالب تلاتة وسالب تلاتة معاك لحد الاتنين. لو احنا عايزين نكتبها على هيئة فترة، فانت عندك هنا الاكس بتنتمي لي، عندك سالب تلاتة معاك، وطبعا دي الصغيرة هنبدأ بيها، والاتنين مش معاك فتبقى مفتوحة من ناحية الاتنين. ده حل المعادلة المتباينة بتاعتنا. هديك أنا مثال، وقف الفيديو وحله مع نفسك، وبعد ما تحله كمل الفيديو وتأكد من حلك. مثال اللي معانا 3x زائد 4 أقل من 16 وأكبر من العشرة. هنا ممكن نخلي دي أكبر من أو يساوي. عايزين نجيب قيمة الإكس، نعمل إيه؟ نفس الخطوات. أنت عندك هنا 3x زائد 4، أنت عايز تجيب قيمة الإكس. أول حاجة عاوز تشيل الأربعة دي، وبالتالي هتضيف المعكوس الجمع بتاعها لكل الإيه؟ لكل الأطراف. وبالتالي على طول ممكن بقى نختصر في الخطوات شوية. 10 على طول أنا هضيف سالب 4 لكله. 10 ناقص 4 هيديك 6 أقل من أو يساوي 3x، دي هتروح أقل من
16 ناقص 4 هيديك 12. بعد كده انا عايز الاكس بس، وبالتالي هضرب في المعكوس الضرب بتاع التلات اللي هو تلت، او هقسم على التلاتة. وبالتالي لما تقسم هنا على التلاتة هيديك اكس، لما تقسم هنا على التلاتة هيديك اتنين، لما تقسم هنا على التلاتة 12 على التلاتة فاضل 4. وبالتالي انا عندي هنا الاكس اكبر من او يساوي الاتنين واقل من الاربعة. لما اجي امثلها على خط الاعداد تكون بالشكل ده، سالب ما لا نهاية ما لا نهاية، عندك ادي الاتنين والاتنين معاك برضو، وهتفضل ماشي لحد ما توصل للاربعة، بس الاربعة مش معاك، وبالتالي تبقى مفتوحة من عند الاربعة. دي مجموعة الحل بتاعتك او الفترة بتاعتك، يعني مجموعة الحل هنا انا بقصد بقى الفترة بتاعتنا، يعني الاكس بتنتمي لها. عندك هنا الاكس تنتمي لي الفترة مغلقة من عند الاتنين ومفتوحة من عند الاربعة. بس كده، ان شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي. بالتوفيق والسلام عليكم.